السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة بناخد توصيلة الدائرة الكهربية. مثال بسيط، ركز معايا كده في الرسم اللي قدامنا. لو فرضنا ان المفتاح كي مغلق، كي مغلق، احسب المقاومة الكلية. لو جينا نغلق كي اصبح مغلق كي كده، اتجاه الاصطلاح التيار ماشي كده، ماشي كده، هيبقى قدامه ثلاث طرق، واحد اثنين ثلاثة. طبعا قدامه طريق سالك مقاومته صفر، ده مقاومته صفر، لان يعتبر كده مفيش مقاومته صفر. يبقى احنا قلنا التيار هيمشي بطريقة عكسية، اذا كان ده مقاومته صفر يبقى كل التيار هيمر كده، وبالتالي اذا المقاومة الكلية ار توتال هتساوي صفر. وبتسمى هذه الدائرة دائرة القصر. طيب لو فتحنا عندما يكون كي مفتوح، كي مفتوح خلاص، يبقى التيار أصبح ليه مسارين فقط، مسار كده ومسار هنا إجباري، لأن الطريق مفتوح مفتوح. بما أن 10 و10 توالي، يبقى بنشيل ونحط مقاومة واحدة مقدارها 12 20 أوم، 20 اوم، لان التوالي نجمع نفس المسار، وايضا مسار نفس المسار، يبقى المقاومه على التوالي 20 اوم. بما ان التيار مقاومات متساويه، اذا التيار ينقسم بالتساوي، ينقسم بالتساوي، وهتبقى ار توتال هتبقى حاصل ضربهما، وبتقول حاصل ضربهما او نقول احد المقاومات على عدده، يطلع الناتج 10 اوم. ده مثال بسيط خالص. لو فرضنا ان احنا حبينا نجيب شدة التيار، لو فرضنا ده 12 فولت، واحسب شدة التيار، او يقول لك قراءة الاميتر، قراءة الاميتر. لو وضعنا هنا اميتر، لو وضعنا هنا اميتر، وضعنا هنا اميتر، يقول لك احسب قراءة الاميتر A1 و A2. ايه قلنا هيمر في التيار الكلي، يبقى نقدر نقول V بتساوي I في R، V توتال بتساوي I توتال في R توتال، V توتال ب 12، I توتال مجهول، V توتال ب 12، I مجهول، R توتال عبارة عن ايه؟ احنا حسبنا ان الفرع ده كده 20 اوم، انه توالي، والفرع ده 20 اوم، انه توالي. يبقى محصلتهما كام؟ مقاومة واحدة مقدارها 10، أحد المقاومات على عددها، يبقى هنا 10. إذا I بتساوي 1 نقسم على 10، نقسم على 10، إذا الـ I 1.2 أمبير. يبقى قراءة الأميتر ده 1.2 أمبير، ده الطريق كله، هيجي هنا بما أن الطريقين متساويين، يبقى 6/10 هيمر، 6/10 أمبير بتمر في الفرع ده، و6 من 10 هتضر في الفرع ده، لان بما ان المقاومات متساويه اذا التيار ينقسم بالتساوي. وكده اذا قراءه التيار الكلي 1/10، قراءه الاميتر ده 6/10، 6/10 كده تمام. تفصيل شوف كده.